مساء الخير لكل مشاهدينا. يوسف الحسيني مساء الخير عليك. مساء النور. ازيك يا سمر؟ ازيك انت؟ وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه. رمضان كريم. اول مره تبقى ضيفي، انا سعيده بوجودك معايا النهارده. حظي حلو النهارده. متاكده ان ليلتنا النهارده هتبقى بيضه، اسمح لي ان انا اللي بلونها. ارجوك. لو قلت لك الثلاث الوان دول بتشوفهم ازاي او بتصنفهم في حياه يوسف الحسيني ازاي؟ الاحمر والاسود والابيض. انت عايزاني ابدا الاول بالاحمر ولا بالاسود؟ زي ما انت عايز. اللون اللي هيلفتك في الاول هتتكلم عليه. الأسود بالنسبة لي لون حلو، ما بعتبرش أنه هو لون وحش. اللون الأحمر مرتبط عندي دايما بالنشاط، فرحة، حاجة زي كده. الأبيض حالة روقان وهدوء. طيب لو كلمت وقلت ليوسف الحسيني أكتر ثلاث أيام أو ثلاث ليالي سودة مروا في حياة يوسف الحسيني بتقول الله لا يعيدهم. يوم 20 يناير 2012، ده كان وفاة أبويا الله يرحمه. الله يرحمه. تاني يوم اسود بدون اي مبالغه، صدقيني ده من قلبي، لما محمد مرسي بقى رئيس جمهوريه. ثالث يوم اتمنى ما ربنا ما يعيدوش، ده كان الاسبوع اللي فات، كان امي الله يديها الصحه جات لها اعراض جلطه، وبعدين اطمنا الحمد لله زي الحصان. طيب لو قلت لك اخر ليله كلمت فيها ريم ماجد كانت امتى؟ ياه، ده من زمان قوي كده يا يوسف؟ يعني كان يمكن اظن قبل 30/6 بشويه صغيره. ما بتطمنش عليها من وقت للتاني؟ بنتقابل صدف. اخر مره اتقابلنا كان في حفله او في احتفاليه كان عاملاها كنيسه قصر الدباره. يمكن الجمهور بس عشان يعرف، لان اتسالت في انطوني خليفه مين تحبي مين يمشي من اون تي في، قالت يوسف الحسيني وما ترددتش. على طول. ابدا. فهو انا وديم اصحاب جدا، وعندنا مساحه تسمح بهذا الاختلاف. طب كان ايه السبب الرئيسي؟ كان السبب الرئيسي من وجهه نظر ريم عندها وجهات نظر سياسيه معينه تتعلق بشكل الحكم في مصر، وشايفه انه انا ما بتفقش في هذا المنظور تحديدا اللي هي مقتنعه بيه، وشايف انه الوضع القائم تحديدا بعد 30/6 مختلف تماما عن فكره الحكم العسكري للبلاد وحاجات زي كده. وانا سمر ببص على الامور بمنطق التعريف العلمي للشيء، ما بحبش اخد الامور من بره. التعريف العلمي للامور بيقول ان مفيش حكم عسكري في مصر. انت بس انت عندك وجهات نظر سياسيه وبتقولها على الهواء. جدا، ما تفرقش معايا. طب انت تفتكر بقى يا كيوسف ريم ماجد ممنوعه من الطلوع؟ لا. ولا هي لا مش عايزه؟ هي ريم صرحت اكتر من مره انها مش ممنوعه من الطلوع، وانه هي اللي عايزه تقعد شويه بتعيد طريقه تفكيرها، وفي نفس الوقت هي معترضه على حاجات كتير، بتعتقد انه يمكن الهوى في اي محطه في مصر لن يتحمل طريقه التفكير دي. طب لو قلت ليوسف الحسيني بتلون لي حريه الاعلام بايه؟ في حكم حسني مبارك، اسود، محمد مرسي اسود، وفي الايام الحاليه. ايام حسني مبارك بالقطع كانت ايام سودة على الاعلام وعلى مصر. طب ومحمد مرسي؟ محمد مرسي ما كانش ليه قدره وعنده النيه انه لو انهالي سودة برضه اسود كله سواد. اسود. حالك مرعب سيء. بس السواد التاني افتح شويه. السواد بتاع حسني مبارك الاثنين اسود من بعض. مين اغمق؟ محمد مرسي طبعا. شوفي في النهايه خالص ما تقارنيش اي فاشيه بفاشيه دينيه. بعد 30/6 ما فيش حد بيقول لحد اعمل ايه وما تعملش ايه. اتحدى واحد مذيع او صحفي يطلع يقول انا جالي تليفون اتقال لي كذا. ده واحد. اتنين، هو في حد يجرؤ يرفع سماعه التليفون يقول لنا قول وما تقولوش؟ طب تقدر تقول لي برنامج باسم يوسف من وجهه نظرك توقف ليه؟ مين اللي وقف؟ هو برنامج باسم يوسف على قناه مصري؟ الجانب المصري لم يتدخل على الاطلاق. واتحدى تاني حد يقول لي ايوه لما جت مكالمة تليفون يا جماعة ما تسجلوها لو سمحتوا، لو انه في اي توجيهات ذهبت لإدارة ام بي سي مصر تقول شيلوا برنامج باسم من على الهوا انا موافق. انا الكلام ده قلته لباسم من قبل ما البرنامج ينتهي او يخلص. طيب هاخدك لمنطقة تانية. قلت في برنامجك السادة المحترمون اتريقت على زميلتك رانيا بدر. انا فعلا ما عرفتش رانيا وهي على الهوا. ما خدش بالك منها؟ والله العظيم خالص. انا بقول مين اللي ورا؟ حد كان بيضحك ومش عارف. انا بقول ايه ده؟ وبعد ما خلصنا بيقول على فكره دي رانيا بدوي، فروحت قايل واحنا في نفس الحلقه يا خبر ابيض جت فيك يا رانيا. حقك عليا. طب ليه يوسف تتريق حتى لو مش رانيا بدوي؟ انا ما اتريقتش والله. انا يعني اي بني ادم حتى لو مش اعلامي حتى لو ليه صدقيني ما اتريقتش. انا قلت هو وانت كنت تقصد مين اللي واقفه بتضحك عمال على بطال؟ كانت متحمسه جدا. ما نمسك نفسنا شويه. طب
طيب انت ليلة بقى ما كتبت على تويتر تمت محاولة لتصفيتي بالأمس، اضطررت لترك منزلي خوفا على عائلتي بعد تهديدي. ده من السنة اللي فاتت. ومعرفت عنواني لن أذهب إلى عملي بسبب حصاره. صحيح. لحد دلوقتي انت ما حكيتش ايه اللي حصل. في 5 ديسمبر زي ناس كتير شفنا الهارب عبد الرحمن عز اللي هارب دلوقتي، تفهمش ازاي هارب يعني من تحت عيون السلطة إلى هذه الدرجة وسافر على قطر. مشيت أنا من الاتحادية 6 صباحا، رحت على برنامجي بنفس الهدوم اللي كنت قاعد بيها في الشارع، حكيت كل اللي حصل بالملي وأنا قاعد بحكي. شفت تويتس جيالي قاعدة بيكتب لي فيها عنوان البيت بتاعي، بيت أمي إلى آخره، هنجيبك. فكان لازم أن أنا أكتب أنه يا جماعة أنا سبت البيت، وبالفعل سبت البيت. عملت بالظبط حالة زي بتاعت بيتنا رجل كده، في حد من الأصدقاء استضافني في بيته ليلة، وبعدين حد تاني من الأصدقاء كان لازم أن أنا أتحرك قدر الإمكان ليلة تانية. بعد كده بقيت الليالي ذهبت إلى بيت صديق عزيز عليا جدا شادي طه، الله يديله الصحة، ودلوقتي في واشنطن دي سي. يعني التهديدات اللي جات لك دي مين فكرت فيه؟ مين الشخص اللي جه في بالك؟ ولا واحد. معقول؟ مش عدم ثقة، مش عايز أحمل حد المسؤولية، بس أنا أقصد أول شخص جه في بالك أن أنت هتفرقه. أول حد هفرق ولا أول حد هقعد عنده؟ خفت إنك تفرق. أخاف على أمي عيالي ومراتي، كل سنة وإحنا طيبين. مش الترتيب عايز الترتيب كده؟ الترتيب بصي، أمي أكيد أهم حد في حياتي، ده مما لا شك فيه. مراتي وعيالي زي بعض يعني، نفس جدا حاجة واحدة. أنا دايما كمان ما بحبش أصنف الحكاية دي كده، أنا بحب أصنف الأمور بأنه مش بالترتيب، دي حاجة ودي حاجة. طب اخواتك؟ اخواتي بالتأكيد انا خايف عليهم، ده مما لا شك فيه. اخويا الكبير قال لي تعالى اقعد عندي، فقلت له يا هاني ما ينفعش. بس ولا ما جوش في بالك؟ هم انا جيت في بالهم، هو ده الاهم. ولا عشان بسمة الحسيني مختلفة معك سياسيا؟ بسمة اختي الكبيرة واختي في فرق كويس، بس هي صغيرة برضو. المهم انه لا، بسمة احنا ما تعاملتش انا واخواتي اللي اكبر مني بسمة او هاني باعتبار هم الاكبر فوبخوني او قولولي وما تقولوليش على الاطلاق. بسمة على طول بتسأل، على طول بتبقى قلقانة، على طول بتبقى متوترة. هاني على طول بياخد المبادرة بتاعت تعالى اقعد عندي. وكان الرد يا هاني ما هو معروف ان انا اخوك، فلو حد هيجيبني هيدور في بيوت اهلي. ليلة الغاء وزارة الاعلام تلونها لي بايه وليه؟ خبر جيد ومحترم وذكي ومطلوب وكل ذلك، ولكن في النهاية احنا لسه في عندنا وزارة اعلام، لانه القرار طالع بانه عصام الامير اللي انا بعتبره اخ اكبر وصديق عزيز جدا، هو عنده كل مهام وزارة الاعلام، فاحنا عمليين ما لغيناش الوزارة، احنا شلنا تايتل اسمه الوزير، بس لسه المهام والصلاحيات موجودة هي هي. وانا اثق ثقة مطلقة في امانة ونزاهة وشرف عصام الامير رئيس الاتحاد الاذاعه والتلفزيون. التفعيل الحقيقي هو احنا، انا وانت وغيرنا، ان احنا نشتغل على ميثاق الشرف الاعلامي، نعمل نقابه الاعلاميين، مجلس امنا، علشان الصناعه تنضف. تنضف من ايه؟ من بعض الزملاء. سيبك من الاسامي، هو في زملاء. ليه اسيبني ليه من بعض الاسماء؟ علشان الاسامي هتبقى فيها تجريح، انا ما بحبش اجرح حد بصراحه. انت طول النهار في برنامجك بتجرح. للاخوان مش مشكله، دول مش مهمين عندي خالص يعني، لا يساوي جناح بعوضة على الإطلاق، لكن الزملاء دول لسبب أو لآخر لا يصلحوا لهذه المهنة. الزملاء دول بيطلعوا يشتموا على الهوى، الزملاء دول بيكرهوا الناس في ناس بدون بينة ولا دليل، مفيش داعي يكملوا فيها بصراحة. لو في عندنا ميثاق حقيقي هيقدر يقول للزملاء دول احنا نقدر نحاسبكم. لو قلت ليوسف الحسيني الثلاث كتب اللي قدامي دول بالثلاث ألوان الأسود والأحمر والأبيض، لو هتختار كتاب تكتب فيه لياليك ومواقفك وحياتك كلها، أنهي كتاب حيعكس شخصية يوسف الحسيني؟ الأبيض. ليه الأبيض؟ أسهل بصراحة نظري وأنا بكتب، يعني ما تعودتش أكتب على ورق أحمر أو ورق أسود. لا، بيعبر على ورق أصفر وورق أبيض. لا، هم على فكرة التلات كتب من جوه زي بعض، ورقهم واحد. يعني ورقهم أبيض من جوه؟ لا، هكتب كتاب الأسود طبعا. كتاب حياتي عين؟ ممكن، أنا أعتقد أن أنا تعرضت لمقاسي كتير في حياتي. فاصل. يوسف، جينا دلوقتي لفقرة الفوتوشوب. احنا الفقرة دي بنحطك في صور او بنحطك في مواقف انت طبعا مش فيها، بس نقعد نتكلم على كل صورة من وجهة نظرك شايفها ازاي. ماشي، نشوف اول صورة. اوكي، يلا بينا.
بودي جارد يوسف مين الحسيني. مين اللي ورايا طيب؟ زي ما انت عايز، ما انت نفسك مين تحرسه؟ انا بخاف على البنت بنتي قوي. عندها كام سنه؟ 8 و 7 اشهر. انت بتفتكر يعني ولا انت بتركز في الشهور؟ لا انا طبعا عارف، لا انا بركز في الشهور علشان هي كمان بنتي قويه ومفتريه فهتحسب عليها الشهور. لو ما كنتش اعلامي كنا ممكن نلاقيك بودي جارد؟ لا مش بودي جارد. كنت هتبقى ايه؟ مش قاتل، اخصائي اغتيالات، حاجه كده. هتقتل مين بالنار؟ هقتل مين بالنار؟ ممكن تلاقي مثلا 20 30 اسم من اللي مشرفين فطوره دلوقتي او برج العرب. مين؟ حدد لي اسماء. لو ما كنتش في اي منصب رسمي ولا بشتغل مذيع وشغلتي ان انا اخصائي اغتيالات بس هصفي لكم محمد مرسي والبلتاجي وخيرت الشاطر. ده بجد مش هزار. ورا بعض. ده بجد مش هزار. هيتقال عليا دموي وهيتقال عليا فاشي وهيتقال عليا عنيف ويتقال اللي هم عايزينه، وبعدين يعدموني يعني مش ازمه. نبص على الصوره الثانيه. والله انا مره فكرت اربي شنبي، تصدقي بقى. كان عندك شنب وحلقته؟ طبعا. كان ايه السبب؟ سحل ست البنات. طب وليه دلوقتي شنبك طلع على فكره؟ لا كان اكثر كثافه من ذلك. دلوقتي لوك. دلوقتي لوك. مش هتحلقه دلوقتي؟ احلقه ليه؟ لو في حاجه تستاهل. بس مش في بنت تم اغتصابها؟ احنا بنتكلم على واقعه سحل بنت ست البنات. دي كانت واقعه فيها ملابسات تتخللها اجهزه رسميه ومش عارف ايه وحاجات زي كده، وده كان السر. لكن المساله بتاعه التحرش الحقير اللي حصل بهذه السيده الفاضله في ميدان التحرير دي مصيبه تستوجب اعدام الفاعلين اذا تطرق الفعل لدرجه الاغتصاب. انا ما بشوفش انه المساله تتعلق بانه المغتصب هياخد اعدام. كويس، والمتحرش هنعمل فيه ايه؟ اللي بيلمس بنت ده مش المتحرش، ده زي المغتصب. لو توفرت له الظروف كان هيتحول لكده. يبقى بس مش هقدر احكمه على النيه. ما اقدرش احكمه على النيه. في ازدواجيه في الشخصيه. من شويه كنت عايز تبقى قاتل ودلوقتي رجل قانون. انا دلوقتي جوه ستيت. انا دلوقتي مذيع. قبل كده انا كنت اخصائي اغتيالات. ازدواجيه يعني. وبعدين اللي هيغتال الاخوان ده كويس يعني. في كذا يوسف الحسين صح؟ كلنا في كذا واحد. انت كام شخصيه؟ كتير. قد ايه يعني؟ يوسف المذيع، يوسف ممكن يتخيل في الفانتزي بتاعته ان هو بتاع اغتيالات وما عنديش مشكله هتعدم. ممكن اروح اسلم نفسي بالمناسبه وحكموني المحاكمه العادله. طب الشخصيه اللي انت بتحبها فيك ايه؟ اب لطيف وابن بار. واكتر شخصيه بتكرهها؟ العنيف. عنيف؟ يوسف الحسيني عنيف؟ مش قلت لك ممكن اقتل؟ نبص على الصوره دي بعدها. شنط كتير، مسافر، اخد عزالك. ممكن تعمل كده؟ تهاجر تسيب البلد؟ لو السيسي فشل. لو السيسي فشل. السيسي مشروع يا سمر، انا مؤمن بيه جدا جدا. ناس تقعد تقول انتوا غيرتوا مبادئكم. لا ما غيرناش مبادئنا. متفائل بنسبه قد ايه؟ 95% ليس اقل، و5% هامش. الصوره اللي بعدها. ايه رايك في الاعلاميين طبعا اللي قدامنا؟ اسماء كبيره جدا. رتبهم لي وانا في وسطهم. وحط نفسك في وسطهم. ارتبهم على اي اساس يعني؟ مهنيا. مهنيا. الناس اللي بتعجبك. انا بحب ابراهيم. رقم واحد استاذ ابراهيم عيسى. جدا. احتار ما بين وائل وخيري. هنحاز لوائل. مين اتنين ومين تلاتة؟ هنحاز لوائل. عندي مشكله في الاراء والانحيازات السياسيه بتاعه. بس ما تنساش تحط الاستاذ لميس والصديق تامر. دايما في عندي. لا اعتبرين انا مش موجود. لا احنا عايزينك. انت اربعه بقى. نمره واحد طبعا. خلاص يبقى انت نمره واحد. لا لا خلاص انا اخر واحد. انا اخر واحد. لكن ممكن نحط تامر وبعدين السيده الفاضله لميس الحديدي. تامر امين اربعه. واستاذة لميس الحديدي وبعدين خمسة. انا اخر واحد والزعل مرفوع. يعني انت بتحط انت اخر واحد علشان مش المفروض ان انت تقول ان انت نمره واحد؟ عشان انا مؤدب. طب ولو مش مؤدب؟ انا نمره واحد. هتبقى واحد؟ ممكن يبقى ابراهيم عيسى قبلي. ممكن لكن مش اكيد. او اكيد خليها اكيد. انا موافق معاكي. اكيد. يبقى انت رقم اتنين. انا نمره اتنين يا ستي. نبص على الصوره اللي بعدها. والله ماسك مقص. تقطع لسان مين؟
وتقصف قلم مين؟ وبعدين ممنوع الإجابات الدبلوماسية. طيب أنا هقطع لسان إخواننا اللي موجودين في الصناعة اللي أنا ما قلتش أساميهم علشان يبطلوا يفتوا. طب أنت ليه؟ أنت لازم يشتموا. تقول أسامي بقى علشان يبطلوا يفتوا. طيب كل واحد من غير ما هقول أسامي برضو، لكن برضو؟ هدي أريحك والله. كل واحد طلع اتكلم على مثلا الإقبال ضعيف، اسكتوا بقى. تقصف قلم مين؟ مفيش قلم تتقصف إلا اللي بيطول لسانه واللي بيشتم. تشتم ليه؟ ناس هتيجي تقول لي ما انت بتشتم. اتحدى ان انا شتمت حد. انا ما ترفعش عليا قضيه سب وقذف واحده ولا هيترفع ولا هترفع. نطلع لفاصل. فقرة التقويم الثوري هي فقرتنا دلوقتي. احنا عاملين تقويم ثوري خاص ببرنامجنا من اول 25 يناير لحد دلوقتي. هنعرض عليك شوية ليالي وهنشوف احنا المقصود بين الفقرة دي ان احنا بنحط الناس قدام المراية. تمام. هنعرض عليك ليلة ليلة ونتكلم احنا أوكي. كنا فين وبنعمل ايه في الليلة دي. ماشي. نبص على الليلة الاولى 1253، ده 30 يونيو 2014. قلت في الليلة دي بأن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فاشل وضعيف، لا يعلم مهامه ولا يمتلك أي رؤية ولا يصح أن يظل بمنصبه. طبعا لسه مصمم على الكلام ده؟ جدا جدا ما ينفعش يكمل. طب ليه محمد إبراهيم قاعد ما بيمشيش من وجهة نظرك؟ لو أعرف أستريح، لكن مش عارف هو قاعد ليه. ليه؟ ما عنديش فكرة. ده وزير الداخلية اللي جابه محمد مرسي خلفا لأحمد جمال الدين، الألقاب محفوظة للجميع طبعا، الوزير الحالي والوزير السابق، على عيني وعلى راسي. محمد إبراهيم رجل بالنسبة لي هادي، أخلاق ظريف لطيف، دي مش شغلانته. في أي شغلانة تانية يمكن تصلح، يمكن المعاش أصلح له، أيا كان دي برضو مش طبعا مشكلة. طب وزير الداخلية لازم يكون شرس وعصبي وقليل أدب. أحمد جمال الدين كان شرس ولا عصبي؟ أحمد جمال الدين قال مش هضرب الناس عند الاتحاد. لا أنا أنا باخد من كلامك، أنا بقولك أنا بقول من كلامك، أنا بقولك، لكن دي مش شغلته. فأنا أبقى رئيس زي محمد مرسي أمشي الراجل اللي رفض يضرب الكتل المدنية المعترضة اعتراض سلمي، وأجيب واحد تاني والتاني ده ضربهم وفضلوا يضربوا لحد 30/6 أو قبل 30/6 بحبة صغيرة، وبعدين أسيبه بعد 30/6 في حكومة الببلاوي، وبعدين في حكومة محلب الأولى، وبعدين في حكومة محلب التانية، ده بالنسبة لي ملوش أي مبرر منطقي. يعني يوم ما هيمشي هتبقى بالنسبة لك ليلة بيضة؟ هتبقى والله ولا ليلة بيضة ولا ليلة سودة ولا ليلة حمراء، هتبقى ليلة جيدة. خلينا نشوف وزير داخلية يقدر يستحمل مهام المنصب اللي هو فيه ويستحمل المعركة اللي احنا ماشيين فيها. نبص على الليلة اللي بعدها 1241، دي 18 يونيو 2014، ليلة ما صرحت انك مؤيد لإزالة ملصقات هل صليت على النبي اليوم؟ اه طبعا. ليه بقى؟ علق اللي انت عايزه في محلك، في بيتك، في عربيتك. ومش بس هل صليت على النبي، يعني انا مش عاوز اشوف ملصق مسيحي موجود في العلن ولا ملصق يهودي موجود في العلن. انا ماليش دعوه، انت عندك حاجه تتعلق بدينك علقها جوه بيتك، جوه محلك، جوه عربيتك، تعلقها في العلن. لازمتها ايه عشان ما نتحولش فكره مش بس اسلام فوبيا، ما تتحولش المساله الى ان احنا نقعد هنستعرض قدام بعض انت شعارات عندك دينيه. اسلام فوبيا؟ لا خالص، ولا مسلم ولا اخوانوفوبيا ولا اخوان دول ما يخوفوش ناموسا، دول خلصوا في سنه يا شيخ، خوفوا مين؟ طب انت ليه هتمشي لو الرئيس السيسي فشل؟ عشان ابقى انا فشلت. مش ده خوف من الاخوان؟ لا، لان انا فشلت. لا هو لو لا قدر الله السيسي، لو لا قدر الله السيسي ما نجحش، فاكر اخوانا هيرجعوا؟ طب ده هروب ولا هيهوبولها؟ لا، هيبقى اعتراف بخطا يستوجب المواجهه مع الناس بان انا غلطت في واحد واثنين وثلاثة واربعة، واحنا دفعناكم ناحية مشروع خطأ يا جماعة، واحنا ما نلقش بالمهنة دي، وبالتالي نشوف لنا مهنة تانية. فهنا مش هعرف اشتغل حاجة، يعني ما عنديش شغلة تانية غير كده. الليلة 1224، ده 1 يونيو 2014، ليلة ما اعلنت ترشحك لانتخابات البرلمان الجاي عن دايرة مصر الجديدة. يا مسهل. ناوي؟ ناوي والنهي الله. انت اللي هتعمل البرلمان القوي؟ وانا لوحدي؟ خالد يوسف هيبقى عضو برلماني قوي. خالد يوسف مصطفى الجندي كمان؟ ان شاء الله.
مصطفى الجندي هيبقى هيعمل برلمان قوي. كل دول لسه في اطار النوايا، لانه فانا خلاص في هذه الحاله احنا بقى اللي بنحمل صفه المرشح المحتمل للانتخابات البرلمانيه. طب هتوفق ما بين شغلك اعلامي وكصحفي وما بين البرلمان؟ يا مسهل، لو لقيت نفسي ان انا مش قادر اوفق لازم اختار. طب هتختار ايه؟ لو مش قادر اوفق هختار شغلك. الليله اللي بعدها 1257 4 يوليو 2014. ليلة ما صرح المهندس نجيب ساويرس لوكالة رويترز اللي قال فيها عن الرئيس السيسي سيدمر الطبقة الوسطى ولابد أن يتوقف عن إرهابه، ليس بالتبرع تحل المشكلات. ردك إيه على الكلام ده؟ أنا مش شايف أنه السيسي بيمارس أي إرهاب. أنا ما سمعتش الحقيقة التصريح تحديدا بتاع نجيب. إزاي؟ ما بثقش. ده مشهور وكل الناس سمعت. أرناه ما سمعناهوش. أرناه؟ ده الفرق. أرناه. لا أنا عايز نسمع التصريح بتاع نجيب، يعني ده مهم عندي. انت مع بقى القرارات الاقتصاديه الاخيره؟ مع القرارات الاقتصاديه الاخيره معاها جدا، مع انك شيوعي. اي مدعي يسار مش فاهم ان القرارات دي صح يروح يقعد على جنبه ما يقولش انا يسار تاني. ليه؟ اللي بيحكم الصين يا سمر هو الحزب الشيوعي الصيني لحد اللحظه اللي احنا فيها، والحزب الشيوعي الصيني ده هو اللي خلى الصين هي تاني اقوى اقتصاد في العالم. التجربه بدات بالتطوير سنه 1978 وما انقلبوش على افكار ماو تسي تونج الشيوعي العظيم، لكن طوروا وخفضوا الدعم تدريجيا، وبعدين عملوا حاجه اسمها دعم على الصناعه وخفضوه تدريجيا، وعملوا دعم للصادرات وخفضوه تدريجيا، فبقت الصين اللي احنا بنتفرج عليها. ده واحد. اتنين، لينين لما اتقال له هنقدم سلع وبضائع للناس باقل من تكلفتها قال لهم هتدمروا السوفيتات، احنا هنعمل قاعده صناعيه وهنعمل مشروع تشغيل وهنعمل مشروع تعليم وهنعمل مشروع علاج، ده اللي احنا عايزينه. القرارات الاقتصاديه دي فيها حته واحده، لو حكومة محلب سيطرت على السوق تمام، ونزلوا البدائل في مجمعات استهلاكية بقى، عربيات جوالة تمشي تلف تبيع الحاجة. اتنين، ضبط المخالفين. تلاتة، توقيع أقصى عقوبة على اللي بيتاجر بأقوات الناس. كل سنة وانت طيبة، هتشوفي الناس واقفة بتسقف في الشارع. طيب بما انك بقى رجل شيوعي فاللون الأحمر مهم بالنسبة لك. طبعا. الليالي الحمراء بقى في حياة يوسف الحسيني اللي هي بالمعنى اللي احنا حافظينه ده، بأي معنى انت هتاخدها بيه؟ لا، انت اخدها باي معنى؟ الثوره. انا بالنسبه لي زي ما كنت بقول لك الاحمر ده لون مبهج، وبالنسبه لي الثوره دي شيء عظيم وهدفع للبهجه لانها بتدفع للتغيير الايجابي داخل المجتمعات لو تم تناولها التناول السليم. طب ليالي الحب في حياه يوسف الحسيني لسه مستمره بعد الجواز ولا كانت قبل الجواز بس؟ قبل الجواز بقى. ايه اللي يخلي يوسف الحسيني يسيب اون تي في؟ لو في قرارات اتخذت من الاداره السياسيه ومن الحكومه بتدوس على الغلابه واون قالت لي اسكت هقول، فهيرفدوني ولا عندي مشكله. يوسف الحسيني بشكرك. انا اللي بشكرك جدا، نورتني وكل سنه وانت طيب. نورك، رمضان كريم عليك. الله اكبر، ربنا يخليك. اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.